ديروا لايك وسبسكرايب وخليكم على الفيديو. اول حاجه كيدير طبعا اي واحد كده ماينكرافت كيهرس شجره، وهاد الشجره كناخذوا منها الخشب. دابا كنحارب يكون فيها الشجره مازال لاباس. صافي كرافتين تيبل تاب نايس كاف. اوكي ماشي كاف، ولكن في حجر وطبعا باش نزيدو البلاصه كنحطونا كرافتين تيبل كنهزو حالا. ها ها قبل هادي نهرس شويه ديال الحجر حيت هادي يطول، وهادي نرجعو لكم. بعد ما هرسنا 29 حجره غادي نصوبو حوايج جد مارت على الصوب سيف. و هذاك باش كنهرسو الخشب غير هاك. واو ما كان طلع دابا شق كي اوكي سبحان يلا جيت باغي نذكر ويقول لك صافي عرفت اش باغي تقول انت. اجي واخا ما ذكرناكش ولكن اجي. ثاني حروف شادي حتلت ثالث حروف هذا بغي سنذكر المعلومات له. الشمعة القليلة نحتاجو ليها بزاف. واه اللي شفت دابا جوج. دابا كاين هاد البلاصة ديال العادية ديال الغابة، وهاديك البلاصة اللي فيها داك السابلينغ ولا ما داك العجب داك الشجر اللي كيكون في الغابة هذاك هو اللي لقيت. هذاك هو أروع شجر أنا كاين عندي، عرفت علاش كيجيني واعر ديالي. فهادا كيبان لي غادي نهرسو واحد شويه ديال الخشب وهادي نرجع ليكم. فدابا باقي حاليا كنقلب على الخروف الثالث فندير واحد التحدي. إلا لقيت جوج خرفان قبل ما توصل 10 ثواني هادي تحطو 20 لايك. فيلا نبداو في الحساب. واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11 12 13. لا شتك شي كنقز. اوكي صحيح اوه هادي خاصني نخبيها حيت الشتا هي نحتاج ليها. دابا شحال من خشبة دابا انا عرفت 34 خشبة. كيف ليا غادي نلقى شي كهف سوء انا اللي قلت كيبان. فيقدر ماشي يكون كيبان ليكم مزيان، ولكن انا كيبان لي انا ها شويه وشويه هنا ديال لحس ديال الفحم. نضويو ليكم
بدي يخرج كريبر يرحب بكم. كن ذكيا. نايس. اوكي يلا هذا. ما تقولش لي سبونا. سنموت بعد قليل. سنموت. سد. اوف. خذ نفسا عميقا. بلينا هذا الايرون قلت عش من نهرسو. يا ربي تكون في حاجة كتيرة. اوكي. ماشي كتير. لو انا كمية مزيانة. كافية. بغيتي نهرس الايرون كامل لينا حيت كيبان ليا كثير وغادي نرجع لكم. فدابا بعد ما عرفنا الايرون ومشينا حطينا الطبق ف 36 حبه اللي جمعنا كاسكيتون دري حديد بالمعنى. لا لا صافي اعتذر اعتذر صافي. سمح لينا سمح لينا نسمح لاش قبلوش. كي بدي والا يعني مش حشوم عليكم كريبر كان بوحدو بلا اي سبب مليء يعني كانت اشباه يعني خليوني خرجوني. يعني صافي خرجونا حنا باغيين والو درنا لي ضرب. بلادي مشي رجع وغادي يرجعو لي كوم صافي بلي هنا الخبر السيء بانني لقيت واحد القريه. الخبر السيء هذا اعين شخص في العالم خرج علينا. ما يخطاش الاغراض سير ثم سير. كريبري يهرس قد هكا تقاتش بين وقوة الطريق تكيب ليا هنا في غادي نهيو الفيديو ديالنا. فمتنساوش ديرو اللايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد ويلا بيكس عليكم.